السلام عليكم رجال العشرية شوفوا لنا الصوت صوت الصورة من فضلك اسد الجبال لنا الصوت والصوره اسد الجبال زميلي في الدرب شوفلنا الصوت بركه اخوتي استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم سبحانك ربنا كم من الظالمين نتحيكم من تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحيكم من هذا المنبر من بيتي تحياتي لكل رجال منظمة إلى جنود الاستبقاء لزيوت بلسيس 58 ولاية تحياتي إلى القائد كمال بوزيكزا تحياتي إلى أعضاء المكتب الوطني وكافة الإعلام خوتي نتحيكم من هذا المنبر تحية الإسلام خوتي وشرعا نقول لكم ربي يجيب الخير إن شاء الله ورانا نذكر في خوتنا بركة تحياتي إلى رجال اللي في واقفين معنا ولاية بسا، تحية إلى كامل المستقين ولاية بسا، وإلى كافة مستقين الجزائر العظمى، ثمانية وخمسين ولاية، أصدقائي في كل مكان، زملائي، زملائي الدرب، زملائي تاع الوقفات، زملائي رجال الصامدون، رجال الأشارس. رانا بربي ان شاء الله ديما رانا ليد في ليد والمنظمه منظمه واحده ورانا رجل واحد في هذه المنظمه وكما قالوا خوتنا خويا زهير درك كان لايف يقول بلي الناس راهي فينا راهم ينقصوا علينا وهناك واحد المثل يقولوه في الكلب اللي مبح وعوض مجرح يعني القافله تسير وخلي الناس كلها تبندر على روحهم يعني والحمد لله رب العالمين رانا صافين مع ربي وما ننتقدو حتى واحد وما نطيحو حتى واحد ولي يجي في طريقنا ربي يجيبالو في العواشير هادي بشعر بلي قيمة الرجال راي ما يطيح ما 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 الا ربي سبحانه قيمتنا كبيرة ياسر عند ربي سبحانه وثقتنا مع الرجال وثقتنا مع ربي راي كبيرة عليها ناس نصلو في صلاتنا نطلبو في ربي سبحانه مناش نطلبو في العبد ورانا اليوم دي تفيلي در واحد ما حتى ما واحد رانا خاوه والحمد لله القضيه تاعنا هي اللي راهي لمتنا اللي يجري ويجرى على قضيتو يجري على مصير وليداتو آه مانيش نجري على مصير ناس اخرى نجري على مصيري ومصير وليداتي ومصير الايتام والارامل لوجه الله وما كاينش اللي علينا وما كاينش واحد مبردانا الحمد لله رب العالمين برضيتنا عرفنا طريقنا الصحيح عرفنا الرجال لي ما يهربوش ونشكر ثاني الرجال اللي كانوا معانا وانسحبوا بصمت نشكرهم على كل حال رغم خلونا في نص الطريق بي نشكرهم لانهم كي يجبد روحو حكم فمو ممكن يدعي دعاته وربي يفرج عليه ويفرج علينا تربه من الناس اللي راهي قاعده بعد ناس تنبه كيلو ربي وربي جبالهم في كل صلاتكم يا مسبقين يا رجال الاوفياء ادعو الرب سبحانه وتعالى حتى لوحد لان اللي حطمنا حط ربي اللي حطمنا راهو حطم ربي واخويا تحياتي تحياتي الى خويا نزاب خويا دربال عبد الله خويا عاطف خويا صالح مرابط صلاح الدين آه اخواني كل عبد الباقي كل 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 اخواني كل كل حليم مزيان عبد الله مزيان تحياتي لكل الرجال الاشارس الرجال اللي راهم معنا والتحيه الكبيره يا ياسر 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 خويا عبد الحفيظ سالم وبارك الله فيك يا عبد الحفيظ على ضيافتك الى اخي في بسكره وبارك الله فيك عندنا رجال في كل بلاصة أنا أقول لكم الرجال راه في كل بلاصة أنا منهم أخي يقل مني راح في طريقه كان في طريق, طريق وتلاقى مع عبد الحفيظ سير مع عبد الحفيظ والحمد لله يعني أحسن 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 ترحيب بارك الله فيك إنه زميل شرس جميل راجل عظيم ونشكر كل مناضلين كل رجال منظمة كبير وصغير وليداتكم الكل ثاني نشكرهم وربي ان شاء الله يفرج علينا ان شاء الله عن قريب ربي يسمعنا اسمع الخير في الاواشير هذه ان شاء الله خاوتي واش راه نقول لكم الالتفاف اليد في اليد الوقت راهو صعيب مبقاش اليد في اليد يا رجال اليد في اليد نسيبوش بعضانا المنظمة راهي ماشي هذه التسوية وخلاص المنظمة راهي تبقى ديما من منظمة وباذن الله تقول حتى بعد التسوية تبقى المنظمة وتبقى حقوقنا ديما في بلصة واحده وباذن الله تا نتلاقاو كي الساعه هذه وتبقى لنا حكايات ويا ربح العيب شقي يا ربح العيب شقي حنا والله من ربع عيب واحد ورانا رجال واقفين برب ان شاء الله القضيه تاعنا على اخر نفس فينا اخر نقطه تاع فينا رانا القضية تاعنا مع الرجال اللي راهم في الليل ورجال خفاء ممكن كاين نعرفهم وكاين ما نعرفهمش بارك الله فيهم على كل حال على كل تعبدية ورب يغفر لنا برك ربي يغفر لنا ربي يغفر لنا لي نخلو كاين بعض من الناس خلونا نهضروا من غير ما نشعر ساعات تهضر بلاقل خلوك بلا قل علاش ناس المشريين المبردعين كيما يقولوا هما المبردعين هذوما مصيبه راه مصايب ربي يجيبها لهم ان شاء الله ربي جبالهم والمنظمه راهي صعيبه ياسر منظمه راهي كبيره على الناس هذه وراهي كبيره فيها رجاله وراهو اللي يغلط راهو يجي نهار يخلص اللي يغلط في المنظمه دي راهو يجي نهار ويخلص ما تقلقش روحك والرجال راهي في كل ولايه والمراه جابت في كل بلاصه من رجال المنظمه وبربي ان شاء الله حنا من بعيد بصح ما نقيسو يقيسو من قراب ليهم فهمت واش نقول لخاوتي آه الحمد لله نحن رانا ما طيحنا حتى الواحد ما انتقدنا حتى في واحد المصير تاعنا على بالنا بيه المنظمة, المنظمة الوطنية ورانا فيها مش من اليوم ولا أمس ملي بدات المنظمة نحن واقفين إن شاء الله كرجال وكان الرجال واقف معنا إن شاء الله بإذن الله رانا مش نخونا ماناش خونا وما حتى من التسوية إن شاء الله راني مكانش التسوية ياسر مانيش خاين تبعت الرجال ونكمل مع الرجال حتى نفضل مع الرجال. واش راهم الخاوتي ليد في ليد يا مسبقين يا شارس انا راني نادر مع المستبقين على كافة الوطن ثمانية وخمسين ولاية ليد في ليد يا رجال ليد في ليد يا رجال ليد في ليد يا رجال بربي ان شاء الله التسوية التسوية راهي جاية بربي ان شاء الله بالرجال بالوقفات تاعنا وبالكفاح تاعنا راهي جات التسوية راهي مشي الناس اللي راكدة تحت الزور راهي جابتها الرجال اللي كانت تسهر الليالي وكانت ترسكي كانت توقف الوقفات كانت تعيط وتنادي, وتنادي وتقول لي ما أعطوني حقي وطني وطني ونوا حقي هذه الناس اللي جابت جابت التسويه سمعت سمعوا باللي عندنا التسويه فهمتوا واش راه نقول لخاوتي خلال انا ما اللي نقولوا كل رقم على بالكم بيه منظمه الله منظمة شريفه رجال شرفاء خويا البزدة بارك الله فيك خويا البزدة راك إنسان رجل عظيم رجال تاع راجل تاع ميدان وراك تعجبني البزدة نحن رانا ناس صراحيين وناس أبطال وشارس وراو اللي يخربش فينا راو غالط لي يربش فينا راو غالط البزدة والله غير غالط نا رانا 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 على ياسر من العباد على ياسر من البوق مكسر هاذيا انا رانا كسرنا بكري بنادر جونرك وحسبي الله ونعم الوكيل خاوتي المسابقين واش راه نقول لخاوتي ليد في ليد وكرامتنا هي كرامتنا والحمد لله يا ربي ما خنوش العهد تاعنا اللي وعدنا بعضنا في المنظمه وعدنا بعضنا بلي نكملوها الاخر مهما كانت الثمن ورانا معاها الاخر ان شاء الله مهما كانت الثمن والحمد لله بوقفه الرجال ومن كل بلاصه ومازال فيها رجال المنظمه الحمد لله يا رب العالمين ربي يطيعنا حتى واحد، ربي يطيعنا حتى واحد، مادام كاين الرجال، وقفه مع بعضاها، بإذن الله، بإذن الله باذن الله تسوي عن قريب إن شاء الله، وش أقول نقول لخوتي تحياتي الخالصه، أخوي خويا زهير خويا لطفي وارن ربي يجيب شفاء إن شاء الله وربي يرحم موتانا، وفي العوشي هذه إن شاء الله، في نهار اثنين إن شاء الله، نار باهي نار نار نهار نار نار. ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام نطلب من ربي سبحانه اللي نبش فينا كل جبال وربي وتحياتي الخالصة إلى جميع مستبقين مرة أخرى وراكم رجال يا مستبقي يا مستبقي يا مستبقي ليد في ليد يا مستبقي ليد في ليد مبقاش ورانا وعد وعهد مع بعضنا باش من من خنوش بعضنا وباش من نهربوش على بعضنا وبربي ان شاء الله رانا كتف في الكتف وليد في ليد حتى جينا التسوية ونطلب من رئيس الجمهوريه ومن قلنا لنا الحكام هذو الناس اللي حاكم لنا التسويه هذه ربي هديكم شوفوا لهوالنا شوفوا لهوال ولادنا شوفوا المرضانا شوفوا الايتامنا الاراملنا شوفوا الناس هذيا فرحوهم في الاوشير ربي ان شاء الله يستر البلاد ويفرح البلاد ان شاء الله وربي ديما معنا ان شاء الله خاوتي ورانا باذن الله ما دام حكمين في الله راه ما نخافوش وخويا زهير ما كان لا تقلق روحك ما لا تقلقوا انا درك عندنا نتقلقوا ياسر خويا البزده عندنا نتقلقوا ياسر لان راه صاي الإنسان يسر وعد يادر ما يعرفش يهضر وشرو يادر مناش من الحفله هذو من الحفلات هذو ما والله عاد الواحد ما انا بلوكيتهم والله بلوك صدقوني يا خوتي غير بلوكيتهم ما عادش نسمعهم يسمعهم اللي يجوني الله تاعهم لا خطر ناس شارينهم ناس بيعين 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 ارواحهم مبردعين لا نعم المنظمه نعرفوها قبلهم والناس هذه اللي تخرج لنا كل شيء يخرج لنا واحد والله مش والحمد لله انتم رجال وراكم لا بالكم باللي باللي يوقف الوقفات ولا بالكم باللي باللي ريكلامي على ولا بالكم بالراجل الصنديد وين ولا بالكم الدنيا كل مي كما قلت لكم حسبي الله ونعم الوكيل ندعو الكل بصلاتكم ربي جباله واللي يجي في طريقنا هذا باش يعثرنا ربي يعثره ربي جبال إن شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي، نطلب ربي إن شاء الله جبال هذا الإنسان اللي راهو منظمة المنظمة عقاب الرجال الأوفياء أقبل الرجال، رانا والله أولياء صالحين أقسم بالله صالحين، والله نحو من حالنا نحو من حالنا نحو من حالنا نحو من حالنا، ونشكر كل زملائي في الدرب كل أشارس. النضال ونطلب من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شوف لحالنا يا سيد الرئيس شوف لحالنا والناس هذيا قالها الاخر للا... آ... ولا... لا لا كيما لا لا اله الا الله محمد رسول الله خويا مسعود شبلي تعياتي ليك خويا ميلود بارك الله فيكم يعطيكم الصحه تحياتي ليكم من من ولايه بسا لكافه الولايات لصحابي الاشارس راكم رجال راكم رجال عظماء والله رانا رجال عظماء راي الماء رايز. راي الغيره برك الغيره 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 قعدنا ملتحمين مع بعضنا السبع ل... ل... سنين هذه مع بعضنا راي, راي الناس فاده قلوبها برك تاني والله مازلنا بربي ان شاء الله نقعدوا العمر الكل مع بعضنا وتقعد المنظمه ديما منظمه ويقعدوا رجال ديما رجال ونقول باذن الله السميع العليم حقوقنا بربي ان شاء الله ندوها على اخر نقطه حقنا ندوه ليش اشتا لي ما مشتاش انا ندوه مدينه مدينه حقنا بربي ان شاء الله بالرجال مدينه بوقفتنا مع الرجال والرجال معنا والله مدينه حقنا وتحيا الرجال تحيا الرجال لا لا يا الابطال يا دين الزاح الابطال حقي حقي وطني وطني يقولي ما حضروا حتى وقفه ولا زوز فالرجال كيما تعيط أه الرجال هكا واقفوا في الميدان، نلقي صدورها، أه، يهدرو ماما يقولك بارك الله في الرجال، اللي كان تخلي ولادها وتطلع الوقفات وتطلع تعيط وتنا- وتناشد في الوطن نتاعها على حقوقها، والله غير عيب وعار عليهم، والله غير عيب وعار عليهم، الناس اللي فينا والله غير عيب وعار علي 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 عليهم، لأنهم ما داروا حتى شي في حياتهم، ما دارو حتى شي في حياتهم ما داروا حتي شي في حياتهم أمور ديما خلينا نقطة بها وخلينا رجالها بها إن شاء الله يذكرونا بالخير إن شاء الله حتى كان موتنا على الأقل خلينا التاريخ نضيف لوليداتنا وخليناه للرجال نضيف لا خلنا وطن ولا خونا أصدقاء ولا خلنا أحباب الحمد لله يا رب العالمين ما خيان ورنا ماشيين في الطريق الصحيح وبربي إن شاء الله كي اليوم التسوية ونفرحوا بها كل إن شاء الله وكل ساعة نروحوا نديروا غنيمة عند واحد ونقولوا كان يا مكان وتحيه الرجال ورب يرحم شهدائنا العشريه وشهداء ومجاهدين العشريه الاشارس اللي ضحاو اصحابنا اللي ضحاو معنا وتحياتي الى الرجال اللي معنا اللي مازالوا في الدرب بارك الله فيكم راكم لا اله الا الله رنا وفينا وكفينا وما ان شاء الله الاخر نقطه في دمنا رانا في المنظمه الوطنيه القائد كمال زجزا نشكر 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 القائد كمال بوزكزا ونشكره ليش لان ما خلناش في نص وراه <applause> بلاكش الناس الاخرى <قرأ> ما تعلمش <applause> حنا اللي خليناه في البلاصه دي كمال كان راه يروح قال أولادي فيها بركه عنده ثلاث سنين ولا عامين اللي كان راه يروح حنا اللي بركنا عليه رحنا له ولا لا ما تروحش باش تكون في بالكم مليح باش هذه الناس اللي راهي تهضر تقول لك ما وما كاينش لي واحد واحد ما واحد ما سيطر علينا قالوا لنا واحد ما سيطر علينا واحد ما دانا على روسنا حنا على بالنا حقنا وين بلاصه على بالنا حقنا مع الرجال الناس اللي تفهم القانون الناس اللي تفهم المصير تاع تاع المستبق هذا وين يسموا يسمعوا بها التسويه هذه كون الرجل الرجال اللي فلقت هذه النبته هذه وين يسمعوا بها وين كانوا يسمعوا بها التسويه تاعها ماشي شريسنا وين كانوا يسمعوا بها فايت العشرين سنة ممكن يسمو بها التسوية هذه الحمد لله الرجال اللي بربشت وعرفت بلي انا احنا رانا ناس مجاهدين تاع العشرية والحمد لله رب العالمين لقينا رجال نوقفوا معاها ووقفوا معنا وما زلنا مع بعضنا ليد في ليد دخاوتي ليد في ليد دخاوتي وتحيا الجزائر وتحيا المنظمة الوطنية وتبقى ديما المنظمة واقفة برجلها ورومي حتى واحد واللي يربش فينا راهو راهو غلط راهو غلط واللي تربش فينا يا ولدي غير أخطى لك المنظمه أخطى لك المنظمه راهي عند رجالها والله ما تعرف مين يخرجولك حتى من تحت الحجر بيك بعدنا رانا ما نوصلو حتى واحد هنا رانا ما نهدو حتى في واحد ماذا بيكم اقفلوا لنا فمكم وتولهوا بدياركم وتولهوا بولادكم وتولهوا بمصيركم الى راكم باش بالجو طيحوا للمستبقي هذا طيحوا له مورال يصعب عليكم شوية يصعب عليكم شوية المستبقي رانا رجال رانا في كفاح أنا قدري كيما نوقفو نكافحو ونكافحو ونكافحو حتى اللي في ديارهم نكافحوهم بصح عيب عليكم رانا ناس كبار رانا في الخمسينات وما نشوش نطيحو الهدرة الخايبة اللي يسمعها ولادنا وتنتقد بينا ناس أخرى يقول لك هاهم خرجوا في بعضهم لا ماذا بيه دوزويت بلو سيس اثنين وتسعين ستة ليد في ليد ليد في ليد ليت في رجال العشرية ليت في رجال العشرية رانا بديناها مع بعضنا ونكملوها الأخر قطرة في دم في في في, في, في قلوبنا ليت في ليت ما يخلعنا حتى واحد وما يخوفنا حتى واحد ويتقاس واحد من المنظمة هذه راهو تقاس المنظمة كيما ستين ألف لي فيها راهي ستين ألف باش يكون في بالكم مليح مليح راهو مشو كمال بوزكزة واحد ولا البزة واحد ولا مسعود واحد ولا كمال واحد و... ما اي ستي الواحد ب الف الواحد بستين الف يتقاس واحد يخرج لايف تخرج ستين الف الناس اللي اللي خرطه في المنظمه كلها تخرج رانا راجل واحد باش ني الف كلها راجل واحد وردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم الناس لأبواق مكسرة مكسر عفوا بجاه ربي خلوا الانسان لا اله الا الله محمد رسول الله خلي يجي التسويه تاعو يفرح مع وليداتو فرح وليداتو ربي فرحنا ان شاء الله في العواشير ما كان لا, لا... نزيدو لان ولو هاذ هضره يوم ما سمعتوها انتم بعد وراي اي واحد نحبو نجدو التاريخ تاعو ورانا نجبدوه ما عندناش مشكل راه كي واحد نجبدو التاريخ تاعو كفاه ولد ونتقطعت السره تاعو ولا بالنا باع، وعندنا رجال في كل بلاصه مالا هنا لي الناس الحلفي فيهم هما ماذا بيهم يبعدونا على وجه ربي يبعدونا واللي ينتقد فينا ويجي في, في طريقنا ربي له في العواشير هذه أنا نصلي الكل خافوا رب العالمين، والله ندعي في الفجر، له في الفجر، ربي جباله هذا اللي راه ينتقد في المنظمة ويقول آه ويقول كلام خاطي لا سمعته لا وذنو لا شافته عينه ربي جباله إن شاء الله، حنا رانا رجال، نرى وقفنا وقفنا مع بعضانا ونقعدو مع بعضانا إن شاء الله. وما يطيعنا حتى واحد المنظمه راهي صعيبه ياسر صعيبه المنظمه هذه راه ما يقدر حتى واحد كيما حكيتها منظمه الواحد ب الف الواحد بستين الف انا الواحد بستين الف او واحد واحد ولا لطف يهضر واحد ولا البزده واحد ولا كمل بوزكزا ولا كمل مسعود ما كل واحد واحد ولا زوير ما كاينش ولا عبد الحفيظ ما كاينش الواحد بستين الف يتقاس واحد راه يتقاس الف معاه شنو نقول لكم مليح وكنحبو نقلبو نقلبوا الهجر انا الناس هادي راني جبدوها قلت ونقطعها على بالنا بيه واش كاين نجبدوا المصارين واش ما لما ما كان لا نضلوا نتسوا على بعضانا ونضلوا لنا نعرفوا في خلي ستر الله خلاه في ستر الله خلاه في ستر الله ربي يجيب لنا الخير ان شاء الله وربي يعطينا التسويه ان شاء الله ونفرح وليداتنا ويفرحوا الارامل واليتام وتفرح معنا الرجال ان شاء الله وصاي فيها بركه رانا كبرنا رانا في الخمسينات اولادي الخمسين الاخرى خلوها الاخرى نتمنوا عمره واحد يتمنى في عمره واحد يتمنى في في سلك وحل ان شاء الله يا ربي العالمين يفرج علينا يا ربي وبارك الله فيكم خوتي والله ضاقت لي ضاق صدري برك باش نهضر الكلمتين هذو الخاوتي وربي يجيب الخير ان شاء الله ورانا ديما المنظمه المنظمه وتحيا المنظمه وتحيا عبد المجيد تبون تحيا شنقراها تاع الجزائر ومازلنا وطنيين ومازلنا قادرين الوطن تاعنا دار ولا من يخربش فيه باذن الله مادام ما زلنا حيين ولا من يخربش لنا في الوطن تاعنا في القيم تاعنا وفي اخلاقنا راهي هي هي الحمد لله يا رب العالمين والسلام عليكم خوتي وبارك الله فيكم وندعو من رب سبحانه ورب يفرج علينا عن قريب ان شاء الله في الايامات هذه ان شاء الله ورب يجيبها اللي يجيبها من ورانا ان شاء الله ربي يجيبها له اللي يجيبها, يجيبها من ورانا يا ربي ورا نسمو الخبر باهي ان شاء الله عليه ونسمو الخبر تاعنا باهي تاع التسويه ان شاء الله يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله فيكم